مرحبا بكم مشاهدي الكرام في نشرة منتصف الليل من الموريتانية، والبداية بأبرز العناوين. بعثة طبية متخصصة في مجال جراحة المسالك البولية من المملكة العربية السعودية تجري عدة عمليات لصالح المرضى بالمستشفى الوطني. تفجير العاصمة الصومالية مقديشو يخلف مئات القتلى والجرحى. وفي ملف النشرة لهذه الليلة تتابعون نظافة العاصمة، الواقع والتطلعات. أهلا بكم في التفاصيل. تقوم بعثة طبية متخصصة في مجال جراحة المسالك البولية من هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بإجراء عدة عمليات لصالح المرضى بالمستشفى الوطني. وقد بدأت البعثة التي تتكون من فريق طبي متخصص ومتكامل من المملكة العربية السعودية عملها بالتعاون مع أطباء وطنيين في مركز الاستطباب الوطني. وتدخل هذه العملية في إطار التعاون المشترك بين بلادنا والمملكة العربية السعودية. سلسلة جديدة من عمليات جراحة المسالك البولية يستفيد منها 120 مريضا من الفئات الأكثر احتياجا وبشكل مجاني، تنفذها بعثة طبية سعودية عبر هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية وبالتعاون مع مركز الاستطباب الوطني. كما يشكل هذا التعاون فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الكادر الطبي في مجال جراحة المسالك البولية، ويجسد أيضا عمق العلاقات الأخوية التي تربط بلادنا بالمملكة العربية السعودية في شتى المجالات التنموية. مناسبة زيارة أن هذه البعثة، بعثة هيئة الإغاثة العالمية الإسلامية اللي جايين هون المستشفى الوطني، جايبين قدم التجهيزات اللي داعمين بها مصلحة جراحة المسالك البولية، أجهزة متطورة ومعدلين جازيهم بالخير قرب 120 عملية، العمليات الصعبة بهذه الأجهزة اللي جاية المتطورة، وبالشراكة مع مصلحة المسالك واليوم على المستشفى الوطني. ويشرف على إجراء العمليات الجراحية بمركز الاستطباب الوطني، بالإضافة إلى الفريق الطبي الوطني فريق طبي سعودي يضم استشاريين متخصصين في المجال مع توفير جميع المستلزمات والمعدات الطبية المطلوبة. أنا الشرف بزيارة المستشفى الوطني، وهذا ضمن إطار برنامج هيئة الإغاثة الإسلامية المشكورة لدولة موريتانيا الشقيقة لمدة أسبوع لإجراء العمليات الجراحية في موريتانيا. وبالإضافة إلى ذلك أن الهيئة مشكورة قدمت دعم كبير للمستشفى بأجهزة متطورة في جراحة المسالك البولية لإجراء العمليات لأشقائنا في دولة موريتانيا. بعض المرضى المستفيدين من هذه العملية عبروا عن تثمينهم للظروف التي اكتنفت سير علاجهم. الرئيس اللي قاعد تاصلكم بيكم جاي، والدوائين ما زقنا وقية إلى حالة بسيطة. ورانا شاكرين هيئة الإغاثة العالمية لعدرة المرضى كاملين، شاكرين هم على الدول اللي أعطاوه مجانا للمرضى. هي إذن خطوة في سبيل التخفيف من معاناة مرضى المسالك البولية وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. يمثل مركز الاستطباب بكيفا قطبا صحيا أبرز اهتمام الدولة بتغطية صحية متخصصة في شرق البلاد. ويأتي هذا المركز في إطار مقاربة جديدة تبنتها السلطات العمومية لتقريب الخدمة الصحية النوعية من المواطنين من خلال إقامة مستشفيات متخصصة في مناطق مختلفة من البلاد. اهتمامات السلطات العليا في البلد برفع سقف المنظومة الصحية شملت مجالات مختلفة توزعت دعائمها في عديد أنحاء التراب الوطني. مركز استطباب كيفة لم يأتي اختياره في المكان والزمان من فراغ، بل إن نهج رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز الهادف إلى إنشاء أقطاب خدمية جهوية كان هذا المركز نتيجة من نتائجه. مركز استطباب كيفة بشكله القائم والذي بدأ خدماته الطبية مطلع غشت من العام 2016 يضم 7 أجنحة، هي طب الأطفال وجناح النساء والتوليد والاختصاصات الطبية والاختصاصات الجراحية واختصاص القلب والأمراض المعدية والإنعاش.
يعمل بالمركز 32 طبيبا و120 من عمال الصحة والممرضين والقابلات وفني الصحة، ويستقبل مركز استطباب كيفا يوميا نحو 300 استشارة طبية. نختار نقول عنه خلقت نقلة نوعية في الخدمات، لأنه هو كان مستوى جهوي بسيط لمستوى ولاية، معناه أنه في الجراحة والجراحة العامة وطب النساء وطب الأطفال وبعض الاختصاصات ما هم ياسرين. وعلى كل حال كل اختصاص فيه لا رقاج واحد، ما هم ياسرين أولا لا خمسة ولا ستة، يعني كلها فيه لا شخص واحد، بحيث عن ولاية تغيب يعود لك الاختصاص ما هو موجود. فهذا هذه الفترة الجديدة يعني عليه عقب بعد تحويل المستشفى لهذا المكان، أت هناك 22 أخصائي، معناها كثير من الاختصاصات فيها اثنين ولا ثلاثة، إذا مشى منها واحد يبقى العمل مستمر. وطلعت الاختصاصات جديدة، كيف القلب وكيف جراحة الأطفال وكيف جراحة الأعصاب وكيف جراحة العظام، مثل الاختصاصات صعيب صاردها كاملة في وقت واحد، ولكن الحمد لله. ونتجه الآن عن نعدلوه مستشفى بين الولايات، تقريبا الولايات الشرقية، وفعلا نركض جينا الناس من باسكنو ومن تنباتغا ومن طنطان ومن جميع المناطق الشرقية اللي شي منها يختار ما يقيس نواكشوط ويكتفي بالدوهم. وحتى الآن لم يستفد مركز استطباب كيفا من خدمات الماء والتي هي ضرورية بالنسبة لهذه المنشأة، ويرجع الفنيون تعذر ذلك إلى موقع المركز على مرتفع محاذ للمدينة. لكن المتابعين يؤكدون أن وجود صهاريج لنقل الماء بشكل مستمر أمن هذه الخدمة للمركز، وتعززت ظروف نقل الماء مؤخرا بقرار الدولة دعم المركز بصهريج بسعة 25 طنا. مركز استطباب كيفا إذن جهد تنموي يوفر خدمات طبية متخصصة لسكان ولايات العصابة والحوضين وأجزاء من قدماغة وتقانت. نشرتنا متواصلة، وفي ملفها لهذه الليلة تتابعون نظافة العاصمة، الواقع والتطلعات. تعتبر لعبة ضامت من بين الألعاب التقليدية الأصيلة التي تحظى بإقبال معتبر من طرف الموريتانيين، وقد برزت في الفترة الأخيرة مبادرات وجهود حثيثة من طرف اتحادية اللعبة، وذلك من أجل قوننة هذه اللعبة التراثية حتى تستطيع المنافسة على الصعيد العالمي. ببصمات وأدوات وعقول موريتانية صنعت هذه اللعبة، وحملت معها تراث وحكاية وثقافة هذه الأرض باعتبارها إحدى الألعاب الشعبية الأكثر رواجا في بلادنا. لعبة قديمة ولا ينزلمه النبلاء موريتاني، عندها وقت هجوم وعندها وقت فر وكر. هي ضامة وسرند، أو رياضة النخبة والأذكياء كما يزعم أصحابها. فيها ميدان فسيح للكر والنزال، وفيها ساحة للوقع، هنا السلطان والملك والجيش تماما كما في لعبة الشطرنج، مع اختلاف في عدد القطع المتحركة. كانت أصلا قطعة من التراب تخط فيها ضامت، ويكون جانب فيها 40 بعرة من بعر الإبل، وجانب فيها 40 عود من عواد مركبة المعروفة تقليدا عندنا بالحسانية، لكنها طورت على هذا الشكل الذي ترونه الآن، ثم أصبحت تلعب في كل مكان. كانت في السابق تلعب تحت الأشجار وفي الشوارع وبطرق غير منظمة، بحيث كان استغلال الوقت يستغل بشكل فوضوي، أما الآن فأصبحت تلعب في اتحادية موريتانية معترف بها، لها قوانينها ولها ضوابطها، وبالتالي اللاعب لا يمكن أن يزاولها أكثر من ساعتين خلال 24 ساعة، لأن ما عدا ذلك يضيع عليه الوقت. إذن هي لا تدير الوقت، وإنما هي لعبة ترفيه والتسلية. وبالتالي إذا أردنا أن نبدأ اللعب، هي دائما لعبة عبارة عن مواجهة بين طرفين، طرف من العيدان عبارة عن 40 عود، وطرف من البعر عبارة عن 40 بعرة، أو ما يقوم مقام البعر مثل هذه القطع. الآن نمارسها بهذه القطع، وهي عبارة عن قطع ملونة فريقين، وكل فريق يقوده لاعب. لاعب هذه الرياضة الذهنية وممارسوها يجمعون على أهميتها البالغة في تنمية القدرات والمهارات الذهنية. أدعو الشباب إلى ممارسة هذه اللعبة، لأنها لعبة تنمي العقل والذهن. رغم انتمائها إلى عائلة الألعاب والرياضة الشعبية التراثية الأصيلة، فإن جهودا حثيثة قامت بها اتحادية اللعبة
لأجل إعطائها شكلا معاصرا وضبط قوانينها في إطار يسمح لها بالخروج من دائرة التداول المحلي إلى المحافل العالمية. الاتحادية هي أول تأسيس منظم ممارسة هذه اللعبة، وعدل من أجل عنه أولا ينعتل الشعب الموريتاني عنها ما هي بعرة وعود في التراب وظل الحيط وأطوف عنها، لعبة عريقة موريتانية كانت تمارس في جميع الدوائر الموريتانية وتنم عن الذكاء والعقل وتربي الذهن، وذاك ظاهر في جميع ممارسين اللي كثير منهم لا مثلا بارزين حتى في الشعب الرياضية. والاتحادية الهدف عندها عنها تنفض القبار عن هاي اللعبة وعن المفهوم اللي عاطينها أكثرية الناس، وتعود تحاول عنها تعود تمارس بشكل منتظم يعطيها مفهومها الصحيح للشعب الموريتاني وربما على المستوى العالمي، لأنها تباهي لعبة الشطرنج العالمية، إذن عنها لعبة ذكية موريتانية. رغم لبوسها الحديث وتخليها عن بعض مكوناتها القديمة من عيدان وحجارة وبعر الإبل، فإن ضامت تبقى اللعبة التقليدية الأكثر استقطابا للموريتانيين. دوليا ارتفع عدد القتلى الذين سقطوا في هجوم بمنطقة مزدحمة بالمحال التجارية في قلب العاصمة الصومالية مقديشو إلى أكثر من 230 قتيلا على الأقل، وأصيب عشرات آخرون جراء انفجار شاحنة محملة بالمتفجرات بالقرب من مدخل أحد الفنادق. وأعلن الرئيس الصومالي الحداد الوطني لثلاثة أيام، ووصف الهجوم بأنه مأساة وطنية، داعيا الشعب إلى مساعدة الضحايا بالتبرع بالدم. قالت الشرطة الصومالية إن شاحنة ملغمة انفجرت أمام فندق عند تقاطع الطرق الذي تشهد على جوانبه مكاتب حكومية وفنادق ومطاعم وأكشاك، ما أدى إلى تدمير مباني واشتعال النيران في السيارات. وبعد ذلك بساعتين وقع انفجار آخر في منطقة أخرى بالعاصمة، وخرج آلاف الصوماليين إلى شوارع مقديشو للاطمئنان على أقاربهم المصابين أو البحث عن ذويهم الذين لا يزالون مفقودين، ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. بلغت حصيلة القتلى جراء الحرائق التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 40 قتيلا بالإضافة إلى فقدان المئات، بما تم إجلاء 100,000 شخص حتى الآن. ودمرت النيران نحو 864 كيلومترا مربعا من المناطق السكنية والغابات وغيرها من الممتلكات منذ بداية هذه الكارثة، وفي ظل توقعات الطقس التي تشير إلى هبوب رياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومترا في الساعة، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الرطوبة يواجه نحو 10,000 من رجال الإطفاء الذين تم إرسالهم لمكافحة 16 حريقا كبيرا في الولاية، يواجههم المزيد من الصعوبات في السيطرة على الحرائق. وفي الساعة الماضية استخدمت فرق الإغاثة الكلاب المدربة لتحديد أماكن ضحايا أسوأ كارثة حريق في تاريخ هذه الولايات الأمريكية. تشكل نظافة العاصمة إحدى الأولويات لدى السلطات العمومية، حيث سخرت لذلك الإمكانيات والوسائل اللازمة واتخذت عدة إجراءات للتحسين من المظهر العام للعاصمة، غير أنه وبالرغم من هذه الجهود المبذولة ما تزال الأوساخ المتراكمة في بعض الطرقات. نظافة العاصمة الواقع والتطلعات، عنوان ملف هذه الليلة من إعداد الزميل عبد الحميد سالم. نواكشوط عاصمة البلاد الإدارية، تستقطب أكبر تعداد ديمقراطي من حيث الساكنة، وتستضيف كبريات الشركات والمصانع والمؤسسات الاقتصادية في البلاد. كما تعرف هذه العاصمة كغيرها من المدن الكبرى عبر العالم إنتاجا معتبرا للقمامة بفعل المخلفات اليومية للساكنة والوحدات الصناعية. غير أن التعامل مع القمامة وتسيير النفايات الصلبة ونقل الأوساخ وتجميعها بمكبات قبل طمرها خارج المدينة أمور شكلت هاجزا وأزمة داخل هذه العاصمة التي تجاوزت عقدها 57.
أزمة نظافة العاصمة نواكشوط بادية للليان، رغم أن الدولة بذلت جهودا مضنية للقضاء على الأوساخ عبرها عدد من الحملات المشفوعة بإبرام عقد مع شركة أجنبية للنظافة قبل أن تسند المهمة إلى شركات وطنية خصوصية، وذلك من خلال مناقصة ترمي إلى تشجيع المقاولات الصغيرة في البلاد. لا بد من مشاركة الجميع، لا بد من مشاركة الجميع. أول شيء بعد قاعد أول شيء المواطنين يعودوا داركين عن قضية هذا الأوساخ وذي الفوضى، عن ما يقدر يصلح معه شيء، ما يقدر يصلح معه لا تعليم ولا يقدر يصلح معه الصحة ولا يقدر حد ينظم ومدي سير باطل هذا الموضوع. وبالتالي نطلب منكم أنكم تساهموا كاملين وتعاونوا مع الدولة وعن السلطات أيضا بما فيها الوالي والحاكم عن المسؤولين هذا كامل والعمدة، أنكم تتموا جهود المدارس، جهود المدارس تخرصوا اللي فيهم وتلاحظوا اللي فيهم الوسخ وتلاحظوا تقيب المعلمين وتخرصوا اللي كامل. يعني لابد من مدى تراقب ما يقدر يراقبوا الرئيس ولا يقدر يراقبوا الوزير وحده، لا بد من الحكام ولا بد من العمدة، يعني هي قضية مسؤوليتكم التعليم وعلى مستوى الصحة وعلى مستوى هذه الأوساخ كاملين نعرف عنها ما تياس من نواقص. على كل حال غير مين تشاركوا فيهم كاملين يقدر دائما هذا المشاكل الحل. بعد مرور زيادة من سنة على إبرام عقد لنظافة ولايات نواكشوط الثلاث مع ثلاث شركات وطنية بواسطة لجنة الصفقات السيادية، لوحظ أن المشكلة ما تزال قائمة وأن الأمر يتطلب حلولا جذرية وفق القائمين على هذه العملية. مشكلة النظافة يجب عنها تنقبل بصورة جدية وتموا الشركات اللي يشتغلوا فيها يخلصوا في الوقت، كانوا هم يقدروا يخلصوا عمالهم في الوقت ويعدلوا يؤدوا التزاماتهم في الوقت. اللي هي النظافة شنو؟ النظافة مباليت إنتاج يومي، يجي إنتاج يامس على ذاك اليوم والنامس، ويجي عليه ذا اليوم، ويجي عليه ذا الصبح، ويجي عليه ذا النهار الثاني والنهار الثالث والنهار الرابع المزال جاي والنهار الخامس. لا يخلق عنده برضه ما يخلق تراكم، يخلق تراكم، لا تعود الوضعية مزرية تماما. ومن أجل أن تتكلل جهود الفاعلين في المجال بالنجاح من خلال السيطرة على الانتشار الأفقي للأوساخ، تم خلال ما يقارب شهر من الآن وضع آلية جديدة بالشراكة ما بين المجموعة الحضرية وبعض الشركات الخصوصية، يتم بموجبها إسناد نظافة 5 مقاطعات إلى المجموعة الحضرية وذلك لمدة 4 أشهر مع احتفاظ كل شركة من الشركات الخصوصية الثلاث بمقاطعة واحدة. تفاهم مجموعة نواكشوط الحضرية مع الشرايك على كل واحدة منهم تسلم لها واحدة من البلديات لتسييرها، والبلديات اللي بقوا تمسكت بهم مجموعة الحضرية. عندنا استراتيجية هي اللي ضركاتيها نقوموا بها على مستوى نواكشوط. عندنا مكبين معقدة، واحد في عرفات واحد على مستوى تفرق زينة، يوميا نسقلوا الدشرة النفايات اللي موخرة من الدشرة تقيس المكبات اللي مؤقتين، يرحلوا شور المكب الرسمي اللي هو مكب قمر النفايات 25 كيلو من العاصمة نواكشوط. هذه العملية اللي احنا قايمين بها ضرك تهدف مصلحة العامة للمواطنين، ما هادفين بها شخص ولا هادفين بها المصلحة العامة. هذا الشارع اللي طلعوا في ضركاتها مفتوح نتيجته راجع علينا كاملنا، حد منا جهوناتيها عنده عمل ليعدله والله ليه يسوق إداري عدلها بارتياح وبانسيابية. انطلقوا يوميا الساعة 8 جميع قدراتهم تم تغطيتها بالواقيش، كل قدره عليها في حالة طويل يعود عليها لقاجين وفي حالة متوسط نظروا لك القضية كاملة، وانطلقوا السيارات على قدره يقبضوا القمامة اللي عند قمامة المتجمعة أمام المنازل كاملة يوميا، نعدلوا تقريبا للنهار وفياجين الى ثلاثه. يا غير المواطنين هم اللي يعاونونا اللي يخلوا عنا زرق مبارد فوق اطليان. نحن عندنا حاويات في كل ما شاء الله كل بلد عندنا فيه الحاويات، حد عنده مبارد يرفدها فوتو يجي يطرحها عند الحاويه المقابله البلد الساكن فيها. الناس ما هي واحد في شيء متعاون ويمشي مبارد يطرحها بالمنيات تنطرح،
وفي شيء ما متعاون معنا، ونعرف عن اللي ما تعود الناس كامل متعاون على ذا لا يتم جهود لا ما هي ما يخالي. هذا البلد حالا المتباركين مع أهله هنا صقلو ولا هنا قدانا وهنا مقارديت يا غير يدور يقلبوني عنده أهل الحمير لا يتم كل وقت واحد جايب لي حمار يقول لي ها لا ينصبوه هنا بل مباريته لا ينصبوه نقول له هذا البلد فتنا نظر هنا ولا ما صبوه في شيء. جهود ميدانية لا تخطوها العين هذه الأيام في مختلف مقاطعات العاصمة، لكنها تبقى ناقصة ما لم يساهم المواطن فيها ويعمل على توطيدها باعتبار أن النظافة سلوك مدني بامتياز. نحن التراب قدامنا ومباليت، نحن هم الناس يقولوا كل سنة يقولوا 370,000 نكلوا لها بنات ونكلوا لها هذا ترد عن التراب. نظافة خارج منها الليش ما عاد يقولون احنا نروسنا، جات اصحاب هون بقاعد الدنيا مليانه مشينا كرينا بنات وكرينا معاهم سيترنات ومصوا عنا المو جمعنا ترى. النظافة هي عمل وجهد مشترك بين الدولة والمواطن العادي. وبذلك يسنا نتطور وننمي ونقوم بتنظيف عاصمتنا وبلدنا ككل حتى يمكن ان نفتخر به. ولا نختار عود وطننا يكون عود وطننا هو حقيقي نظيف للمرام حد خاضع اللي يشوفه بصفة نظيفة. ورغم الجهود التي قام بها وتلك المقام بها حاليا، فإن نظافة مدينة نواكشوط تبقى هما مشتركا يؤرق ساكنة عاصمة البلاد، وهدف تنشده السلطات العمومية وتسخر له كافة الوسائل والإمكانيات حتى يبقى وجه العاصمة بملامح نظيفة تسر الناظرين وتبهج الزائرين. ختام الملف نصل إلى ختام النشرة إلى التذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بعثة طبية متخصصة في مجال جراحة المسالك البولية من المملكة العربية السعودية تجري عدة عمليات لصالح المرضى بالمستشفى الوطني. تفجير العاصمة الصومالية مقديشو يخلف مئات القتلى والجرحى. وفي ملف النشرة تابعتم نظافة العاصمة الواقع والتطلعات. ختاما تحية من يوم باقي فريق العمل، تصبحون على خير وإلى اللقاء بإذن الله.